قريت جملة عجبتني قوي، بيقولها فؤاد حداد، وده كاتب وشاعر مصري. بتقول حمل الليالي بيهون لما يشيلوه اتنين، وده معناه ببساطة ان كل الهموم والمشاكل اللي بتواجهنا في حياتنا بتهون لما نلاقي الشخص المناسب اللي نقدر نشاركه، نقدر نحط كتفنا جنب كتف بعض ونخلي الشيلة مشتركة ما بيننا. الشخص ده ممكن يكون صديق، اخ، اب، او مرشد روحي. والحقيقة فكرة انك تلاقي حد يشاركك مشاكلك، حد تتقاسم معاه الحياة بصعوباتها وافراحها، دي فكرة مريحة جدا. حمل الليالي بيهون لما يشيلوه اتنين. طب تخيل يا صديقي لما تلاقي بدل اتنين يكونوا اربعة. الكتاب المقدس بيقول لنا عن معجزة جميلة ومعزية جدا حصلت في انجيل القديس ماركوس اصحاح 2 الايات من 1 لـ21، قصة شفاء المفلوج، وخلينا كمان نسميها قصة اصدقاء المفلوج. القصة بتقول انه كان في شخص مريض مفلوج، يعني عنده شلل تام. الشخص ده كان عنده اربع اصدقاء، وفي يوم من الايام سمعوا عن يسوع المسيح اللي بيشفي وبيحرر وبيجدد الانسان، فقرروا ان هم يساعدوا صديقهم انه يوصل ليسوع. لكن الموضوع ما كانش سهل نهائي، ببساطة علشان دايما كان حوالين يسوع في زحمة كتيرة. لكن هم قرروا ان هم مش هيستسلموا، فعملوا حاجة غريبة شوية لكن نابعة من حب كبير لصديقهم وايمان كبير بيسوع. فقرروا يفتحوا السقف وينزلوا صديقهم قدام يسوع، لدرجة ان يسوع يمدح ايمانهم. والكتاب بيقول لما رأى ايمانهم كانت النتيجة مش بس صديقهم يحصل على شفاء جسدي، ده كمان شفاء روحي، ويخرج من قدام يسوع انسان جديد. اصدقاء المفلوج يا صديقي لما ما عرفوش يعملوا حاجة قدموه ليسوع علشان هو يتصرف، كانوا مصدقين انه هيشفيه حتى لو الطريق مسدود والدنيا زحمة. تخيلوا المفلوج ده لو كان وحده كان ممكن يحصل له ايه؟ والحقيقة اصدقاء المفلوج بيخلونا نعيد ترتيب حساباتنا واولوياتنا، ونشوف احنا مين اصدقائنا، مين الناس اللي مالين بيهم حياتنا، ويحط علينا مسؤولية اننا نكون في علاقات ناضجة وعلاقات صحية. والحقيقة صديقي ان العلاقات الصحية بيبان تأثيرها على ملامحنا وعلى حضورنا، على كل كلمة بتطلع مننا، على ضحكتنا الصافية، تصالحنا مع نفسنا وكمان مع الآخرين. العلاقات الصحية بتبان في اجتهادنا ونشاطنا وعزيمتنا وقوتنا اننا نعدي كل الأمور مهما كانت صعبة أو مستحيلة. في النهاية يا صديقي بصلي لك انك تلاقي أصدقاء ياخدوك ليسوع لما تكون تعبان، ولما يكون عندك قيود معطلاك عن الحركة والحرية. يا صديقي تشدد.